السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. كما كتشوفوا معنا فيديو جديد عندكم هنا واحد المشروع جديد ان شاء الله. اليوم صورنا لكم هذا المشروع، هذا غبرنا عليه شحال هذه مقدنا صورنا فيه، كنا صورنا فيه قبل من عيد الكبير الناس اللي متابعين في القناة صورناه، وجينا اليوم باش نعاودو نصوره لكم فين وصل. وقبل العيد الكبير كنا صورناه كان غير يلا كيحفروا وكيطراسيو العمارات. هانتوما ني كيما كتشوفوا معنا هنايا كاينين العمارات اللي كركبوا لهم السوارين وتيعمروهم، وكان العمارات الثانيه اللي يلا كيطراسيو كيحفروا ليهم كيما كتشوفوا معنا. هادو ملي صورت من قبل امانيا غادي نتوجدوا غادي يضربوا لهم الطاله، واقفين على الطاله ما شاء الله اللهم بارك. لكن انتم مهتمين بهذا الفيديو خليكم معنا باش تشوفوا هذا المشروع من جميع اتجاهات ان شاء الله. انتم احنا غادي من الطريق، وهذا المشروع راه إقامة حليمة، كاين هذا حدا القزدارة وقريب من البراج قريب حليمة جوج. الناس اللي تيسولوني على هذا المشروع هذا هانتوما هنايا، هذا مشروع زوين وموقع زوين قريب طريق قنيطرة. هانتوما هنايا الناس اللي كيسولوا على هذا المشروع ديال إقامات حليمة. هانتوما هنايا ما شاء الله اللهم بارك، حنا كنصورو لكم من جميع اتجاهات ان شاء الله باش تشوفوه فين وصل هذا المشروع. ومشاهدينا الكرام مرحبا بكم في قناة عبدو مارتير، ديما معاكم فين ما كنتم. وكنشكر الناس اللي كيشجعونا داخل المغرب وخارج من ارض المغرب، الناس متابعين زوينين. احنا تنصور لكم من هادشي هادي قريب لهاد المدرسة هادي، راه المشروع كيبان لكم غير شوية غادي نتمو غادي مع الطريق هذا. غنصور لكم ان شاء الله مع الفاس هذا او ام فاس معنا، غادي ندورو عليه كامل. راه عييت هنايا مشاهدينا الكرام، غادي نجيب الدورة كتعرفو الحياة سخون وأجواء أجواء الصيف. هانتوما هدا هو المشروع عبر هاد الشارع هدا كيما كتشوفو معانا. هانتوما هنايا حنا جينا غنصور لكم تاني الجادي ان شاء الله، وغادي نصور لكم على الطريق ديال القنيطرة اللي هي هادي. ها هي القنيطرة هنا هدا شوية اللي كاين في بزاف. هانتوما هنايا مشاهدينا الكرام مشروع رائع، يعني هنايا كاينين حتى محلات تجارية. احسن موقع هو هذا قريب طريق قنيطرة بحال بتشربات شي قنيطرة سير جديدة، يعني جميع اتجاهات. والله يسخر جميع الناس اللي تيسولوا على هذا المشروع هذا، كل شيء مرحبا به. اللي خاصتو شي ابارتمان مرحبا بكم، جو لإقامة حليمة وجو لمكتب البيع وان شاء الله غادي تشوفوا البارتمان اللي بغيتو. هانتوما كيما كتشوفو معنا مجدد لياجور، هاديك راه كيخلطو الكايات كيما كتشوفو معنا مشاهدينا الكرام. هانتوما مشاهدينا الكرام هنا كاين بزاف العمارات حدي راه باش ندور هاد المشروع هذا كبير كيما كتشوفو معنا. درنا ليكم اليوم هاني فيه 9 دقايق، هانتوما هنايا 9 دقايق وشي شوية، لكن درنا طويل بزاف كيجي مميل. اللهم يكون اختيار شوية باش كلشي يستمتع معنا في الفيديو ويكون بنادم عجبو هذا الفيديو ان شاء الله. مازال عندنا فيديوهات جداد اللي غادي نصورو، مازال اقامات، مازال بزاف المشاريع وان شاء الله. مرحبا بالجميع، غنشوف من يزومينا عليكم. هنا بغيت تخلط كاين شي تمانية وعندهم شوانط اخرين، يعني راه كاين شوانط اخرين. مازال غنصور لكم حتى من حدا الشوايه ان شاء الله. هنايا كاينه في القزاره
مرحبا بالجميع ومرحبا بكم في قناة عبدو مارتين، وقناتكم عبدو مارتين مفتوحة للجميع. وما تنساوش الاشتراك الدعم منكم، تابوناو فعلوا الجرس وشي لايك، وشكرا لكم والله يعطيكم الخير جميعا. وشكرا حتى الناس اللي كيدخلوا كيديروا لنا نسبة المشاهدة، واللي بارطاجا الله يعطيه الخير. وهادشي اللي كاين والله يسهل على كل واحد، والله يبرجع على كل واحد. انا ما كرهناش، كل شيء يكون كل شيء يعود بخير وعلى خير، ولكن كل شيء يكون له استطاع ديالو، كله الظروف ديالو كيف دايره. والله يسهل على كل واحد. هانتو من يوم مشاهدينا الكرام، احسن المشروع كاين هذا في ابواب سهله، وكاين في الزهره هنايا، هذيك تسمى ابواب سهله كامله. هنايا في الشوايه دابا كاين هاد البلاصه في الجزاره. انا طلعت فوق وكنصوركم المشروع، ما شاء الله ما بارك، حتى مشروع كبير. رجعت عليه الدوره كامل، صورتكم من برا، وان شاء الله ملي غادي تمنوا غادي ديال ان شاء الله غادي نصور لكم حتى من الداخل، وغادي نوريكم حتى العمارات والارقام ديالهم شحال ان شاء الله. ايوا خليكم مع الفيديو مشاهدينا الكرام، وفرجه ممتعه. Trust.